إذا إحنا الحاجة اللي حليناها هذا هون في هذا الإكزامبل هون كان عندنا الإفيشنسي هون فرضناها 100%. هلأ لو الإفيشنسي ما كانت 100% رح يتغير عندنا، رح يصير في عندنا اختلاف. خلينا نشوف شو الاختلاف بيصير، كيف بتصير العلاقات الجديدة. فهون عندنا إذا كان هذا assuming الإفيشنسي مثلا assuming the gearbox efficiency مثلا assuming the gearbox efficiency بتساوي مثلا خلينا نفترض انها 85%، ورح نرمز لها بالرمز ايتا، هاي اللي هي الجيربوكس efficiency ايتا. فبنرجع نحط المعادلات اللي حطيناها قبل شوي، عندنا كان بي ان بتساوي تي هاي سبيد شافت اوميجا هاي سبيد شافت، لكن هون بصير عندي الان بي اوت بيساوي ايتا جير بوكس بي ان. لاحظين هاي معادله مهمه هون، ايش عم بنقول؟ عم نقول الباور اللي دخلناها على الجير بوكس مش كلها طلعت معي على الاوتبوت، فالاوتبوت باور اللي طالعه من الجير بوكس بتساوي بس ايتا مضروبه في الانبوت باور. هلا بعوض محل باور اوت وباور ان، فباور اوت بدها تساوي تي لو سبيد شافت اوميجا لو سبيد شافت تساوي ايتا في تي هاي سبيد شافت اوميجا هاي سبيد شافت. فهون بصير عندي هلا طبعا انا راح احط اوميجا هاي سبيد شافت، راح اشطب اوميجا هاي سبيد شافت من فوق من هون واحطها هون، ومحل اوميجا هاي سبيد شافت على اوميجا لو سبيد شافت ايش بقدر استبدلهم هدول؟ بالار جي 100%. تمام، فبصير عندي هون تي ال اس اس بتساوي اوميجا جي ار جي تي هاي سبيد شافت. هاي نتيجه مهمه هون. اذا عندي جير بوكس والجير بوكس داخل عليه تورك، بس الجير بوكس فيه له افشنسي، وهذا طبعا ار جي لواحد، وداخل عندي هون تي هاي سبيد شافت وهون تي لو سبيد شافت، لازم اضرب في ار جي بس كمان بضرب في الافشنسي. فاذا رجعنا عندنا المثال اللي حليناه قبل شوي وفرضنا انه الافشنسي، خلينا نفترض الافشنسي الان 85%، فبصير عندي هلا التي الاوتبوت تبع الجير بوكس بيساوي 25 في 49 في 0.85. طبعا هذه خساره مش هيك؟ ما طلع معي الاوتبوت اللي طالع من الجير بوكس ما طلع نفس القيمه، زغرت القيمه عن القيمه الاصليه اللي انا كنت متوقعها. فبدال ما هي قديش كانت عندنا التورك هون، كان المفروض يطلع لنا 1225، بدي اضرب الان 1225 في 0.85. قديش تطلع؟ 1041 نيوتن متر. تمام، هاي نقطة مهمة هون. والاوتبوت باور كمان نفس الاشي، الاوتبوت باور اللي طالع من الجير بوكس راح تساوي الانبوت باور مضروبة في 0.85، فبتكون عندي قديش كانت الانبوت باور حسبناها قبل شوي 3.7 او 3743 3743 ب 0.85. قديش بيطلع هاي الباور؟ 3181 واتس. لكن لاحظوا مين اللي ما تاثر بالافشنسي، مين اللي ما تغير بالافشنسي؟ الاوميجا ما تاثر. تمام، اذا عمرها الافشنسي ما بتاثر، دائما دائما بغض النظر عن الافشنسي ريجاردس اوف افشنسي، الريشو ما بين السرعه الداخله والسرعه الطالعه راح تضلها دائما ار جي. اذا نوت efficiency does not affect the speed ratio even if the efficiency is less than 100%, the ratio of the speeds is equal to RG. تمام، واضحة هاي النقطة؟
الافشنسي ما بتاثر على السرعات، انه السرعات بتعتمد على المسننات، في مسننات عمالها بتضرب في بعض، عمالها بتمسك في بعض وبتتحرك، حتى لو الافشنسي بتطلع هاي المسننات تتحرك بنفس النسب. يعني هون نفكر في داخل الجير بوكس، انا عندي مسنن هون مثلا، وعندنا مسنن تاني هون، هذا فيه هون اسنان، وهاي فيه هون الاسنان تبعت الجيرز اللي موجوده هون. الاسنان هاي ما راح تتغير النسب تبعتها اذا تغيرت الافشنسي. ايوه تفضل، في حد عنده سؤال؟ اذا كان مثلا جير بوكس مش مسننات ممكن يكون في خساره في السرعه. هلا انت بتحكي عن شيء زي كلتش، بس كل الجير بوكسز لازم تشتغل على مبدا المسننات، سواء كانت ورم جير بوكس او بلانيتري جير بوكس او سبير، كل انواع الجير بوكسز بتشتغل على مبدا مسنن، مسنن بيشتغل على مسنن، فما بيقدر يعني. لكن في اشياء مثلا زي كلتش، الكلتش بيختلف هذا، لانه فريكشن، بيعتمد على الفريكشن هناك. هون احنا ما اعتمدنا على الفريكشن، اعتمدنا انه مسننات بتحرك مسننات. فاذا عدد المسننات مثلا هون 30 وعدد المسننات هون 10، لازم هذه تلف 3 مرات حتى هذه تلف مره، مظبوط؟ فالريشو هاي راح تضلها 3-1 بغض النظر عن الافشنسي اللي موجوده. تمام، في حد عنده اسئله عن هذا الجزء؟ ما في، وقف التسجيل لو سمحت.